حبينا نقوم بنشاط صغير بالاشتراك مع جمعية بسمة لأطفال السرطان. حبينا بهالمناسبة نعمل نشاط صغير كألعاب صغيرة نتشارك نحن والأطفال معهم لنزرع الفرحة والبسمة على وجوههم ونعطيهم الأمل لأنه هنن أمل الحياة إلنا، هنن فرحتنا وهنن مستقبلنا. نحن اليوم أقل شيء نقدر نكون مع هالأطفال نزرع لهم البسمة أنه نحن الحياة معكم مستمرة وما رح تخلص الحياة إلا بوجودنا وجودكم مع بعض. بما أنه العلاج النفسي هو جزء كتير أساسي من علاج مريض السرطان، فحبينا هالمرة أنه نحن نعمل شيء غير الدعم دعم العلاج، أنه نعمل شيء يدعمهم نفسياً، أنه يلعبوا، أنه يتسلوا، أنه يقضوا نهار، ينموا مهاراتهم الذهنية الجسدية، يغيروا شكل، تحسن نفسيتهم. هذا جزء كتير مهم بيساعد أنه يقدروا ينشفوا. هيدا النشاط هو الدعم لحملة المليون اللي هلأ جمعية بسمة مأطلقتها لحمل مليون بسمة لنأمن علاج الوحدة بسمة التخصصية مشفى الأطفال لعام 2020 طبعاً، ونحن هيدا من أحد الأنشطة اللي حالياً هلأ نحن قائمين فيها. نتشكر كنيسة الزيتون كتير على هيدا النشاط اللي كتير بدي إلك إنه انبسطوا فيه الأولاد، اللي كتير تفاعلوا فيه الأولاد لأنه هو فيه كذا فعالية كذا، يعني إنه عم بيعرفوا الأولاد يدمجوا الأولاد بين بعضهم بالألعاب. طبعاً حالياً نحن عنا دمج ما بين وحدة أطفال بسمة التخصصية والأطفال المشفى الأطفال بالمواساة، حالياً مجتمعين مع بعضهم عم بتقوموا بهيدا النشاط. انبسطنا كتير وقدمتنا كل شيء وكأنه قاعدين ببيتنا، ونشكر جمعية بسمة اللي اعتنت فينا ووصلتنا لهي المراحل لأنه كتير انبسطنا وحبيناها. اليوم كتير حلو وانبسطنا وكان شيء كتير رائع، ولعبنا بألعاب مثل رمي الطابة بقلب الجمرة ولعب سد السمك وهيك شغلات. يعني مشاركة كتير كانت حلوة ونشكرها لجمعية بسمة هذا الشيء، عن جد كتير كان النشاط حلو.